أعلن مسؤولون أوكرانيون مقتل شخص على الأقل وإصابة أربعة آخرين في ضربات روسية على منطقتي أوديسا ودونيتسك جنوب شرقي البلاد. وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته بمناسبة العام الجديد بتدمير القوات الروسية. ولمزيد من التفاصيل أيضا حول آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من كييف مراسلنا محمد زاوي. أهلا بك محمد. إذن هجمات روسية جديدة على مناطق شرق أوكرانيا وهناك قتلى وجرحى، ماذا في آخر المعطيات لديك؟ نعم فرح، في هذه الأثناء تدوي مجددا صفارات الإنذار هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد واسع من المناطق الأوكرانية، وتحذيرات من إمكانية عودة القصف الروسي الذي تجدد وتوسع ليصيب 15 مقاطعة أوكرانية في الحصيلة التي ذكرها مركز الإعلام الحربي التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية. مما ذكره المركز أن 151 بلدة وقرية وتجمع سكني تعرضت لأضرار نتيجة القصف الروسي الذي بدأ تقريبا منذ منتصف الليلة الماضية واستمر حتى ساعات هذا اليوم، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية في البلاد. قيادة القوات الجوية في الجيش الأوكراني أعلنت عن تدمير دفاعاتها لعدد قياسي من المسيرات، نحو 87 مسيرة إيرانية الصنع كما قالت من طراز شاهد 136 أسقطتها الدفاعات الأوكرانية من أصل 90 مسيرة أطلقتها القوات الروسية على أهداف خاصة في أوديسا، في خاركيف، في دونيتسك، لوهانسك وزاباروجيا، ووصلت حتى ضواحي العاصمة كييف وكذلك مناطق تشيركاسي وخميلنيتسكي في وسط وغرب أوكرانيا. طبعا فرح، تستمر التحذيرات طيلة ساعات هذا اليوم من قبل مختلف الهيئات العسكرية الأوكرانية من عودة الاستهداف الروسي في أول يوم من السنة الجديدة من هذا العام الجديد، الذي قال الرئيس الأوكراني بأنه سيكون عام التحدي بالنسبة لبلاده في المواجهة مع روسيا. قال بأن بلاده ستحصل خلال هذا العام على طائرات F-16 وعلى ما يقرب من مليون مسيرة ستعمل من خلالها على مواجهة القوات الروسية في مختلف الجبهات. هذه المعلومات ذكرها الرئيس زيلينسكي في خطابه للشعب الأوكراني بمناسبة العام الجديد. شكرا جزيلا لك مراسل عربي محمد زاوي، كنت معنا من كييف.